رامي رضوان يكشف تطورات جديدة في الحالة الصحية لأمدلال عبد العزيز. كشف الإعلامي رامي رضوان آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. مبحا حقيقة الأمر أنها انتقلت من غرفة في الرعاية المركزة إلى غرفة أخرى في الرعاية المركزة، قال الإعلامي تامر أمين. إن الفنانة دلال عبد العزيز حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، لافتا إلى أن أسرتها والفريق الطبي حريصين عدم إبلاغها بخبر وفاته حتى لا يؤثر ذلك في حالتها النفسية. تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز. وأكد رضوان خلال برنامج مساء ديما سي المذاع على قناة ديما سي، الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال في الرعاية المركزة ولم تبدأ تتحرك بواسطة محيطين، والأمر يعد مجازفة أن تقوم بأي مجهود في الوقت الراهن. مطبات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز. وأضاف حالة دلال عبد العزيز الصحية لا يمكن أن توصف بأنها تشهد استقرار أو تحسن كبير، وفي حقيقة الأمر أن هناك مطبات تحدث في حالتها الصحية. الدعاء لدلال عبد العزيز. وتابع نرجو من الجميع في الاستمرار بالدعاء لها بأن ينعم الله عليها بالشفاء العاجل وحدوث استقرار وتحسن في حالتها الصحية. وأكمل نرجو من الجميع التحقق قبل نشر أي خبر أو معلومة عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. إيمي سمير غانم تكشف تفاصيل حالة والدتها الصحية. وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قالت خلال زيارتها قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم بمدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر تزامنا مع الجمعة الرابعة لوفاته، عند توجيه السؤال لها عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز كويسة مش عارفة. كما زار قبر الفنان الراحل سمير غانم صباح الجمعة الماضية عدد من أفراد أسرته وأشقائه، وقاموا بتوزيع الأموال والأطعمة صدقة على روحه.